السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة بقى فلوج طبعا اللي انا بحبه، واكيد يعني في ستات كتير بتحبه، اللي هو جولتنا في الماركت، يعني نشتري يعني مستلزماتنا وحاجتنا يعني اللي هي بتاعت الاسبوع او بتاعت الشهر ايا كان، يعني حسب يعني ما بحتاج يعني حاجاتي وكده. وساعات يعني بيبقى في حاجات مش عندي، بضطر ان انا انزل تاني يعني، او بنسى، لان انا بنسى كتير، فبنزل يعني. وانا بحب اصلا ان انا حتى يعني ابص كده واتفرج يعني على الحاجات دي، وباخد جولة يعني كده وبفهم يعني. تمام، احنا هنا نزلنا ده ماركت لولو، ده من اكبر يعني الماركتات اللي موجودة في السعودية يعني. تمام، في هنا احنا انا بوريكم بقى بعض الحاجات وكده. ده في، بصوا الدجاج ده يا بنات، يعني الفراخ دي او الدجاج ده بيبقى طازة مش مجمد، هو مبرد فقط لا غير، لاني طبعا مش زي عندنا في مصر بيبقى بتجيبيه طازة، يعني هو طازة. بصوا الثلاث فرخات دول بيبقى عليهم عرض، تقريبا الواحدة 900 جرام او 700 جرام حسب، وفي كيلو 100 طبعا حسب، كل ده حسب ما انت عايزة يعني. تمام، وفي كبد وقوانص، وفي كبد بس، وفي قوانص بس، وفي بانيه، وفي شاورما متقطعة فراخ، متقطعة شاورما فراخ، في اجنحة، وفي طبعا كل بقى يعني كل حاجة، وفي بانيه متقطع، وفي صدور فراخ لوحدها، وفي افخاد ورجل لوحدها برضو، وفي كل اللي انت محتاجاه يعني اي حاجة هتلاقيها. طبعا ده كل الكمية دي كلها ورق عنب المعلب ده، طبعا ما فوتش واشتريت وقعدت بقى الف يعني، هو كبير بقى. بصوا في عروض بقى طبعا على كل حاجه بقى، الحلل وكده، بس عشان كنا مستعجلين شويه لان احنا مش يوم اجازه ده، فكان يوم في وسط الاسبوع، فبابانا عنده شغل، فما كانش ينفع ان انا ايه اطول يعني. زي ما بحب ببقى براحتي كده يوم الاجازه، ببقى براحتي بقى ان انا الف براحتي، وان انا اقعد كتير اشتري وكده، فكنا مستعجلين. تمام، طبعا بقى الحاجات دي انا بحبها، اللي هو معجون السنان والروايح والحاجات دي بتاعت الفم المعطره يعني، والحاجات دي. كنا واقفين هنا بقى بنتناقش يعني نشتري ايه ونعمل ايه وكده، المهم اشترينا يعني بس كانت جوله حلوه. انا بقى من النوعيات اللي انا بحب يعني اتسوق كده يعني، حاجات بيت وكده، مش بحب ان انا مثلا، او بحب الملابس وكل الكلام ده، بس بحب الحاجات دي اكتر يعني، بتستهويني ان انا اتفرج اشوف حاجات ممكن ما تكونش موجودة عندنا في مصر، بتبقى موجودة هنا. وطبعا هنا كل حاجة بنظام وترتيب طبعا، فبحب اتفرج بقى، وخصوصا كمان الحاجات بتاعت الشعر. بصوا بقى السمك ده، سمك قرش يا بنات، دي سمكة قرش عادية يعني، سمكة القرش. تمام، انا اتصدمت لما شفتها، فقلت لازم اصور اصلا. ده طبعا الهنود بياكلوه، والبنجالة والناس اللي موجودة هنا يعني، فبياكلوا الحاجات دي، بيعرفوا هم يتعاملوا فيها، انا ما اعرفش. بصوا بقى السمك، بصوا بقى النظافة والترتيب وكل اللي انت حباه موجود، واشكال السمك تحفة. انا حبيت ان انا اصورها لان شكل السمك حلو. طبعا انا هنا بس ببعد الكاميرا لان كان في ناس قدامي، فما كانش ينفع ان انا اصور، فانا على قد ما اقدر كنت بجيب لكم نوع السمك وشكله واسم السمك وشكله. بصوا السمك ده اسمه، اسماء غريبة بقى، مش عارفة ده كان اسمه ايه، مش فاكرة بالظبط. طبعا احنا اشترينا اللي احنا عارفينه يعني، اللي احنا بنعرفه. طبعا بحب اجرب انا السمك بالذات، بحب ان انا اجرب. تمام، بصوا السمكة دي شكلها تحفة تحفة يعني، شكلها جميل على الطبيعة كمان. بصوا ده سلطان البحر، ده اسمه سلطان البحر، اول مرة اشوفه بصراحة. انا يعني اخر استاكوزا وجمبري والكابوريا والكلام اللي انا عارفاه ده كله. بصوا اللي في الحوض ده هناك سمك بولتي، البولتي العادي يعني بتاعنا. تمام، طبعا احنا اشترينا بولتي لان احنا بنحبه طبعا، فاشترينا منه. تمام، بيبقى طوزة كده، انت بتقولي بتطلبي منه يعني عايزة قد ايه، العدد سمكية 2 3 حسب ما انت عايزة. والجمبري ده طبعا اشترينا منه، كان حلو جدا. بصوا بقى السمك الاحمر ده،
ده مرجان تقريبا، ده مرجان اه. بصوا الشاي ده ما اعرفش بقى اسمه ايه، مش فاكره بصراحه، بس انا اهو اسمه مش عارفه اسمه تيسير تقريبا او حاجه كده، يعني اسامي غريبه وانا ما اعرفهاش يعني، بس بيبقى طعمه حلو لان هو السمك البحر عامه بيكون طعمه حلو. تمام. وده بقى سرطان البحر زي ما قلت لكم، هو وريه لكم اسمه سرطان البحر. ده اول مره ان انا اشوفه يعني. بس ده البربون بتاعنا، بس ده مش البربون اللي هو بتاع البحر بتاعنا اللي هو العادي، اسمه بيسموه السلطان ابراهيم. طبعا اشترينا ماكريل، ده سمك الماكريل الصغير. بصوا بقى بنات، انا بعمل كميات صغيره طبعا عشان احنا عددنا مش كبير، انا وبابانا بس والولاد طبعا اطفال. فبصوا بقى، انا هنا طحنت فلفل وكمون وملح وثوم تمام كده، وهنا قطعت، وطبعا غسلت السمك كويس ومنضفاه، قطعت بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره وقرن فلفل حامي صغير، بس حسب الرغبه طبعا، لو عندك فلفل الوان حطي ما عنديش مشكله. تمام تمام كده. وهجيب بقى ليمونه، ليمونه واحده او اتنين، بس انا عشان الكميه عندي صغيره فانا هاخد ليمونه واحده. تمام. بحطه بقى في طبق كده مع بعضه، وهاخد معلقه من الثوم اللي انا فرماه هحطها على التتبيله دي. تمام. فجربوه بالطريقه دي. وكمان يا جماعه السمك ده طازه، مش مجمد ولا كده، لان هنا ما فيش سمك مجمد، كل السمك طازه زي ما انتم ما شايفين كده، بيبقى حاطينه على تلج وانتي بتنقي اللي انتي عايزاه بايديكي. هاخد بقى من التتبيله دي معلقه، تمام، معلقه ثوم كده بفلفل احمر وفلفل اخضر وكمون وشطه وملح. تمام. وهتبلهم بقى، احط عليهم ليمونه. تمام تمام. هعصر عليه بقى ليمونه، وهحط معلقه زيت صغيره. تمام. وهعمل كمان مقلي، هعمل منه مقلي يعني والله كان طعمه حلو جدا. بصوا بقى، لو في منه كبير ممكن يعني تخلي مثلا الحد اللي واقف اللي موجود على في السمك، هما هناك بينضفوه يعني، بينضفوا اي سمك انت عايزاه، بتاخديه وانت واقفه. تمام. بتاخديه بقى وانت واقفه، المهم يقطعهولك زي من ظهره كده زي البوري، واعمليه سنجاري في البيت برضو بنفس التتبيله دي كده، وهيبقى تحفه جدا جدا جدا. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم. تمام. هقلب بقى الحاجه دي كلها في بعض كده. التتبيله دي يا جماعه فعلا انا بقيت اكلها بالمعلقه، لاني فعلا طعمها كان حلو جدا، مع ان هي ما فيهاش كميه بهارات كبيره. بصوا بقى، انا معايا الصواني دي اللي هي اللي بتخش الفرن عادي. تمام. انا بجيبها بعمل فيها السمك، لاني عشان السمك انتوا عارفين ان هو لحمه بيبقى ضعيف وما بياخدش سوا كتير، فبيلزق في اي صينيه، فاهمين قصدي ايه يعني، الالومنيا عامه. فانا بحب اعمله في الحاجات في الصواني دي يعني، بتبقى حلو. تمام. انا بقى قطعت هنا نص الطماطمايه ونص بصلايه، قطعتهم مع بعض كده، هعملهم كقاعده يعني للسمك، وخدت معلقه من التتبيله دي قلبتهم فيها يعني، حاجه بسيطه كده. تمام. هحشي بقى السمك من جوه، طبعا انا يعني انا غسلاه كويس. تمام. وبس بقى حطي التتبيله في النص. تمام. حطي التتبيله بقى في بطنه كده، هو عشان صغير فانا ما عرفتش ان انا افتحه من ورا، لان هو صغير جدا على فكره، هو مش كبير. تمام. هكمل بقى الكميه اللي انا هعملها. تمام. وهدخلها بقى الفرن. تمام. مش هتاخد سوا يعني، على الرف الوسطاني، وانتي يعني ما تعليش الفرن قوي يعني، ممكن على 120-150 درجه، ودخلي الفرن، مش هيكمل معاكي 10 دقايق. تمام. لان هو صغير وما بياخدش سوا كمان، وعشان ما ينشفش معاكي يعني يبقى طري. وفعلا كان طري جدا وكان جميل والله، وطعمه حلو قوي. تمام. وطبعا انا منضفه كويس يعني، الراجل نضفهولي وانا نضفته كمان في البيت. بس هو كده انا خلصت ده. تمام. هدخله بقى الفرن. تمام. هاخد بقى بقيه التتبيله دي هحطها عليه من فوق، وعشان يبقى بقى الطعم من فوق ومن جوه يعني ومن بره، مع ايه انا متبلاه اصلا بليمون يعني، وغسلاه بملح وكده وليمون، فالتتبيله دي تبقى من بره ومن جوه. تمام كده.
بس والله كان طعمه حلو جدا جدا جدا، وانا اول مره اجربه ففعلا هجربه تاني، يعني هعمله تاني. انا اول مره اجرب السمك المكاريلي ده، فجربناه يعني، بس كان طعمه حلو كويس يعني، مش وحش. تمام اهو زي ما انتم ما شايفين كده، هدخله بقى الفرن وهتبل بقى السمك اللي انا هقليه. هم 4 سمكات، فانا هتبلهم بقى بباقي التتبيله اللي هي الثوم والفلفل الحامي والفلفل فلفل الاحمر والفلفل الاخضر وملح وكمون وشويه كزبره كده صغيرين، وحطيت عليهم نص ليمونه. تمام قلبتهم بقى كده في بعض، وهتبلهم بقى من جوه في السمك. انا بحب في السمك التتبيله كتير، يعني انا بحب الثوم كتير، مش بسيط، لأني هو ده اللي بيدي طعم، يعني السمك ما بيتبلش غير بالتتبيلة دي بس. تمام فهو بيديكي طعم حلو، خصوصا كمان يعني لو سمك البحر ما بيحتاجش تتبيل كتير، بس انا السمك ده المكرونة ده اول مرة اجربه، فعشان كده حطيت فيه كمية تتبيلة كبيرة عشان اعرف احس بطعمه، يعني فاهمين قصدي ايه. بس وطبعا حسب الرغبة، انت بتحبي التوابل كتير حطي، انت بتحبي، في ناس بتحط بهارات سمك، وفي ناس بتحط كركم وكاري والكلام ده كله للسمك. الهنود بيعملوا السمك كده بالكركم والكاري والرز كله مع بعضه في حلة واحدة يعني، او في طنجرة واحدة زي ما بيقولوا. بصوا انا تبلته خلاص اهو، تمام هقليه بقى عادي خالص في دقيق، وهقليه. هعمل بقى شوية رز صيادية معاكم، قطعت بصلايه كده كبيره شويه او وسط، انا بعمل كوبايه رز واحده او كوبايه ونص. تمام احط بقى شويه زيت، فانا قطعت بس الرز الصياديه يعني بيحب البصل كتير. تمام هشوح بقى البصلايه دي كده لحد ما تحمر خالص، تحمر لدرجه الغمقان يعني، بس ما تتحرقش. تمام بصوا انا بحط عليه بطاطسايه صغيره بقطعها مكعبات اهو، بس عايزه اقول لكم الطعم، جربوه بالطعم بالبطاطس، تحفه قوي 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 والله، وهيعجبكم. حتى هتاكليه من غير رز او سلطه او اي حاجه، انا باكله كده وهو سخن. حطيت بقى الرز، الميه غليت وحطيت الرز وكله والبطاطس وكله. هقلي بقى السمك ده بقى اخر حاجه بعملها، السمك طبعا انا طفيت على السمك المقلي، طبعا طفيت طبعا على صينيه السمك اللي في الفرن وحقلي ده. بصوا طبعا لو انتوا شايفين هتلاقوه طري جدا، مش هتلاقوه ناشف. تمام انا ما بسويش السمك قوي، لان السمك لما وده خلاص قليته اهو، السمك لما بياخد سوا كتير ما بيبقاش طعمه حلو. تمام ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وباي باي في وصفه جديده. باي.